للمزيد مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي. بصبح على حضرتك دكتور عثمان معنا. وفي البداية، إزاي بتشوف المنافسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المنتظر انطلاقها، وأيضا استعدادات وفرص المنتخب المصري خلال هذه البطولة؟ طبعاً تواصل حضرتك وكل السادة المشاهدين، أكيد منافسة قوية. النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا أعتقد هتكون واحدة من أقوى النسخ في تاريخ هذه البطولة. المرة دي عدد المنتخبات طبعاً 24 منتخب، يمكن احنا كنا متعودين على 16 لحد نسخة 2017. النسخة 2019 اللي مصر استضافتها خلاص بقينا 24 منتخب، 6 مجموعات. فطبعا ده بيدي زخم اكبر ومشاركه بشكل اكبر، لكن كمان مش بس كده، خلال 3-4 سنين الاخيره في مستويات الافريقيه ارتفعت بشكل كبير جدا جدا، فاعتقد المنافسه المره دي هتكون قويه جدا جدا جدا، لا يقل عن 10 منتخبات مرشحه الى الفوز بهذه البطوله. ال 10 منتخبات، بمعنى ان ممكن 8 منتخبات على الاقل اللي هتوصل دور الثمانيه، لو وصلنا لحد دور ربع النهائي او دور الثمانيه، اعتقد الماتشات دور الثمانيه هيبقوا 4 مباريات كانهم مباريات نهائيه وليست مباريات عاديه. وكانها مباريات نهائيه، احنا من دور الثمانيه الناس اللي هتتفرج على الماتشات هتبقى مباريات وكانها نهائي، مش بس كده، اعتقد من دور المجموعات كمان اعتقد الماتشات كتير هتبقى ماتشات قويه جدا جدا، يعني احنا عندنا المجموعه الاولى فيها كوت ديفوار وفيها نيجيريا، فاعتقد المباراه بينهم في الجوله الثانيه هتبقى مباراه قويه جدا جدا جدا. نفس الامر المجموعه الثانيه اللي فيها منتخب مصر طبعا، معانا منتخب غانا. خلي بالك ان مصر وغانا كان نهائي نسخه 2010 مثلا، فبالتالي متوقع بشكل كبير ان يكون في منافسه قويه جدا بدايه من دور المجموعات، لكن لا يقل عن 10 منتخبات مرشحه بالفعل للمنافسه على هذا اللقب، وده بيدي زخم اكبر، بيدي قوه اكبر للبطوله، والمنافسه فيها هتكون شرسه جدا جدا. لكن اكيد نتمنى التوفيق لمنتخب مصر بيقدر ان هو يفوز بهذا اللقب، يعني في وسط هذه الوحوش الافريقيه والمنتخبات القويه جدا دي. نعم، طيب دكتور عثمان، ازاي بتشوف لقاء الرئيس السيسي الاخير مع لاعبي المنتخب المصري اثناء تفقده للمدينه الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده؟ طبعا الاهتمام طبعا الاهتمام القياده السياسيه بالامر اكيد ده على راس الحاجات اللي حصلت، على راس الحاجات اللي حصلت قبل نهايه معسكر منتخب مصر والتعادل لكوت ديفوار، وده بيؤكد ان في اهتمام كبير من كل المصريين، يعني من زي ما بيقولوا كده من اعلى حاجه لاقل حاجه، في كل البلد كله مهتم بمنتخب مصر. انا عايز اقول للناس كلها مستنيه مشاركات المنتخب المصري ان شاء الله في كاس امم افريقيا، والاهتمام ده انعكس اكيد على اللاعبين، وشايفين الناس مهتمه قد ايه والناس متابعه قد ايه خلال هذه الفتره. ورغم ان احنا وصلنا مرتين للنهائي في 2017 و2021، النسختين دول لم نوفق فيهم، ولكن عندنا ثقه كبيره لعيبه منتخب مصر هم ان شاء الله المره دي يقدروا يوصلوا للمره الثالثه في النهائي، والثالثه تبقى ثابته زي ما بيقولوا، وان شاء الله نحقق اللقب الكامل في تاريخنا في كاس امم افريقيا. بالتأكيد طبعا كل التوفيق لمنتخبنا المصري خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي، كنت معنا عبر الهاتف.